ظهور كائن فضائي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ما حقيقة الأمر؟ لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. ولنبدأ. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غريب لظهور كائن فضائي في ولاية لاس فيغاس الأمريكية، وانهالت التعليقات الساخرة من محتوى الفيديو الذي قيل أنه رصد بواسطة كاميرا خاصة بإحدى العائلات لكائن غريب يتحرك بطريقة مريبة. حقيقة ظهور كائنات فضائية في ولاية لاس فيغاس الأمريكية. أغلب التعليقات المتهكمة كانت بالحديث عن نظرية المؤامرة، وأن الفيديو عبارة عن بداية لشيء يتم التحضير له، وأن الكائنات الفضائية وظهورها أمر لا يتم تداوله سوى في أمريكا. وجاءت حادثة الفيديو بعد أيام من جمع الشرطة واشنطن حيطان، انتشرت إشاعات تقول أنه يعود لفضائيين بحسب ما أعلنت عنه تقارير إعلامية أمريكية. برنامج أمريكا السري بشأن الكائنات الفضائية. كان ضابط استخبارات أمريكي سابق قد أفاد بأن البنتاغون يجري تجاربا على أجزاء غامضة من سفن فضائية تحطمت لصنع أسلحة. وردت المتحدثة باسم البنتاغون سوزان جوف على ما قاله الضابط الاستخباري نافية وجود برنامج أمريكي سري يستهدف جمع حطام الأجسام الطائرة المجهولة. نتائج كانت خطيرة ومحيرة في اجتماع تاريخي لعلماء ناسا. في وقت سابق خرج اجتماع 16 عالما من علماء ناسا بنتائج خطيرة ومحيرة في نفس الوقت، حيث اتفق العلماء على عدم وجود دليل واحد مقنع على وجود نشاط خارج كوكب الأرض لكائنات فضائية أو أجسام مجهولة في أي مقطع شاهدوه حتى الآن. لكن لا تزال مقاطع لأجسام المجهولة أو ما يطلق عليهم الكائنات الفضائية لغز محير لعلماء ناسا، الذي قالوا أنه بالرغم من عدم وجود دليل على الأجسام المجهولة، لكن هذا لا يعني استبعاد وجود فضائيين أو مركبات مجهولة من قوات عسكرية بتقنيات لا نعرفها أو أي تفسير آخر، مؤكدين أن من بين 800 مقطع شاهدناه لا نجد تفسيرا كافي لتأكيد ماهية تلك الأجسام. لا يوجد دليل على وجود الكائنات الفضائية مجهولة. ووصف علماء ناسا الهجوم الذي يتعرضون له عبر الانترنت بسبب مناقشة موضوع تحديد هوية المركبات الطائرة المجهولة بأنه وصمة عار، مؤكدين أن تسليط الضوء على هذه الأمور يشجع الطيارين أكثر لنقل شهاداتهم على ما يرونه في السماء، وأن ذلك الهجوم يجعلهم يسكتون خوفا من السخرية أو الإحراج. لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، وشكرا لمشاهدتك.